علمت المصري اليوم أن تعديل الوزاري النهائي سيتم الإعلان عنه الأحد المقبل وفقا لما توصلت إليه مشاورات أجراها رئيس الوزراء مع رئيس. وقالت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء توجه إلى رئاسة الجمهورية لإجراء مشاورات حول القائمة شبه النهائية والتي تتضمن عمليات دمج وزارات السياحة والطيران والثقافة والآثار. وأضافت أن مؤتمر الشباب الذي تنظمه الرئاسة وسيحضره أكثر من 23 وزيرا في أسوان سيعقبه مباشرة إعلان التعديل الوزاري. في الاستوديو بنرحب بالدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. دكتور مختار، مهم جدا احنا نسأل حضرتك عن توفيق الحكومة. الحكومة حتى الآن تعتبر أنها حكومة تواجه غضب عارم من الشعب. هل تعتقد أن تعديلا وزاريا محدودا سيهدئ من غضب الناس وأنه في مؤشرات ممكن تؤدي إلى أن توفق الحكومة في اختيارات جديدة؟ سؤال مهم جدا بيطرح نفسه عند كل حديث عن تغيير وزاري مرتقب، خصوصا انه هنا احنا بنتحدث عن تغيير وزاري مرتقب وبنتحدث عن دمج وزارات. والسؤال اللي احنا بنطرحه في هذه الحلقه واحنا طرحناه في حلقات سابقه، عدد الوزارات في الولايات المتحده الامريكيه كام؟ في المانيا كام؟ في اليابان كام؟ قليله جدا. ده لازم نطرح السؤال ده. الجزئيه الثانيه انه في ظل الازمه الاقتصاديه وفي ظل البحث عن أموال بدرجة أو بأخرى لكي نستطيع أن نتحكم في الأسعار أو نوازن ما بين متطلباتنا وما بين حجم الإنفاق العام بالنسبة لنا، هل من المقبول أن أنا يبقى عندي 34 أو 35 وزارة؟ إحنا النهاردة بنتحدث عن دمج سياحة وطيران أو بنتحدث عن دمج آثار ومش عارف وثقافة. طب التضامن الاجتماعي والقوى العاملة ليه ما ينضموش مع بعض مثلا وهكذا. فإحنا في أمس الحاجة إلى رؤية من خلالها الحكومة ترى بأن 34 وزارة في ظل الأزمة اللي احنا بنعانيها مش مقبولة. ده واحد. اتنين، بأن احنا بدرجة أو بأخرى نبحث عن من هو أكثر قدرة. واحد، أكثر كفاءة. اتنين، أكثر رؤية. تلاتة، أكثر حلم. أربعة، أكثر قدرة على التفاهم بمحتياجات وظيفته أو احتياجات وظيفته بدرجة أو بأخرى. دي المسألة الهامة اللي احنا عايزينها. أنا أتمنى للحكومة القادمة، ومن وجهة نظري أنا أتمنى للحكومة الحالية أن ترحل بكاملها وأن تأتي حكومة قادمة بهذا الشكل اللي احنا طرحناه وفي حدود 17 20 وزير على حد أكثر، وبدرجة أو بأخرى تكون حكومة حرب إن صح التعبير أو حكومة أزمة إن صح التعبير أو حكومة استثنائية تستطيع أن تسير حال الدولة خلال المرحلة اللي احنا بنعيشها.